آل على نفسه وهو يدبر أن ينزل مقتضيات دستور 2011 بصفته أول مجلس بعد هذا الدستور، أن ينزل مقتضياته وكل المبادئ الكبيرة والهامة التي جاء بها من تدبير حر وحكامة وتضامن بين الجماعات وغيرها من المبادئ، كما آل على نفسه كذلك عبر مناضليه المدبرين أن ينزل القانون التنظيمي 113-14 ويتبعه بحذافره ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأنه كان واعٍ جداً بأهمية المجالس الترابية ودورها الكبير في تنزيل التنمية المحلية بمقتضى طبعاً الدستور والقانون التنظيمي. ثم جاءت انتخابات 8 شتنبر، وكلنا يعرف أنها انتكاسة كبيرة للديمقراطية في وطننا، فتموقع الحزب في موقع المعارضة، قلنا آمين، فآلينا على أنفسنا إلا أن ننهج معارضة بناءة ونقدم المقترحات ونكون إيجابيين في تعاملنا مع المكتب المسير. أول شيء واجهنا هو الارتجالية وانعدام الرؤية للمكتب المسير لهذا الحزب الذي يقال له حزب الكفاءات ونسميه حزب اللاكفاءات. كانت ارتجالية لأن هناك كانت دورات استثنائية كثيرة. بعد ذلك قلنا سنبقى أوفياء لمنهجنا ولتصورنا ولموقع المعارضة البناءة، فكنا نصدر بلاغا بعد كل دورة لنسلط الضوء ونتواصل مع الساكنة على الساكنة التي نمثل حتى نحيطها بعلما بما يجري في جماعة الرباط وفي دوراتها وتداول النقاط التي تتداول حولها. فوقفنا على خروقات كثيرة، وبعد دورة وأثناء دورة فبراير لهذه السنة سنة 2023 وقفنا على خرق لمقتضيات دستورية، مما دعانا بما أننا في بلد المؤسسات استدعانا إلى أن نلجأ إلى مؤسسة القضاء للطعن في بعض ما تم التصويت عليه من مقتضيات، وهذا ستسلط عليه الضوء بالتفاصيل الأستاذة سعاد الزخنيني. وقفنا في هذه الدورة، الدورة العادية لماي 2023، على خروقات قانونية بالجملة، ومن بين النقاط التي برمجت هو الفائض. فهذا الفائض إن جاز أن نسميه فائضا لنا عليه جملة من الملاحظات، وهذا ما سيتناوله ويفصل فيه الأخ الحسن العمراني بصفته عضوا في جماعة الرباط. فكل هذه الخروقات وغيرها إضافة إلى ما يمكن أن نسميه هو المتحور للبلطجة، للأسف أصابنا فيروس البلطجة حتى في جماعة الرباط، فصار المدبرون هم الذين يمارسون البلطجة في داخل أغلبيتهم. فأمام كل هذا ما كان البلاغ ليسعنا لنسلط فيه الضوء ونمكن الساكنة من كل هذه المعلومات، من حقها الدستوري في المعلومة وفيما يجري في جماعة الرباط. لذلك استدعيناكم ونشكركم على تلبية الدعوة، استدعيناكم لحضور هذه الندوة الصحفية. في البداية سأعطي الكلمة بعد إذنكم إلى الأخ الكاتب الإقليمي عبد الصواد أبو زهير ليحيطنا علما بالجانب السياسي في مدينة الرباط، فلك الكلمة أخي الكريم. وحتى لا نغير أماكن هذه الميكروفونات تتفضل في مكان. شكرا دكتورة بديعة بناني، شكرا الإخوة والأخوات رجال ونساء الإعلام ممثلي الصحافة المحلية والوطنية. بدوري
أساهم في هذه الندوة الصحفية لتجلية الأمور بخصوص تدبير شأن العام الترابي بمدينة الرباط. وابتداء يعني ينبغي أن نعي أننا بصدد جماعة هي من الجماعات التي كان لها تميز يعني دائم، وهذا التميز يعني الذي حظيت به جماعة الرباط بسبب أنها هي الجماعة ديال عاصمة المملكة التي يعني شهدت رئاسات متعاقبة لكفاءات سياسية ولنخب سياسية يعني أبلت البلاء يعني في الدفاع عن مصالح المواطنين وفي تطوير الشأن والتنمية المحلية. اليوم أصبحت جماعة الرباط يعني ملتصقة بمشاهد مؤسفة ووقائع مثيرة تعكس التردي والتدني في مستوى التدبير وفي مستوى النخب التي يعني يقال أن المواطن الرباطي أوكل إليها تدبير هذه العاصمة. ولذلك يعني احنا قبل ما نكونوا ناس ديال السياسة احنا مواطنين، والمواطنة يعني تجعلنا نتخوفوا على المدينة ديالنا ونتخوفوا على العاصمة ديالنا وعلى الجماعة ديالنا إذا كانت بين أيدي غير أمينة وغير كفأة وغير مقتدرة وغير جديرة بالاضطلاع بالمهام وبالمسؤوليات التي أناطها المشرع والتي يعقد عليها المواطن الآمال في الرقي بالعاصمة ديالهم يعني بالعاصمة مدينة الرباط. وكما تعلمون أن هذا التميز في مدينة الرباط يعني غير وجهها ومعالم مدينة الرباط وجعل منها يعني ذات إشعاع وذات يعني واحد الإشعاع وطني ودولي أيضا، يمكن أن نقول ذلك بكل فخر. وكان لحزبنا في جميع مراحل هذا التحول في التحول والتطور في اللامركزية كان لحزبنا ولكفاءته البصمة الواضحة في هذه في كل ما جنته مدينة الرباط من تطور ومن ازدهار ومن إشعاع يعني على جميع الأصعدة. اليوم حتى لا أطيل عليكم يعني ما الذي جعل هذا التردي وجعل هذه المشاهد المؤسفة وهذه التوترات الدائمة وهذه الوقائع الفضائحية تكون هي العنوان البارز للتدبير الجماعي في مدينة الرباط؟ نحن في اعتقادنا نتصور أن هناك أسباب يعني كثيرة، ولكن نقف عند بعضها وهي التي ذات يعني بعد سياسي يعني كما تعلمون. أولا هذه الخلطة العجيبة التي أنتجتها يعني نحن بصدد خلطة عجيبة أنتجت انتخابات 8 شتنبير 2021. هذه الخلطة التي أنتجت نشأة مشبوهة وتجاذب سياسي فضائحي بين المدبرين الذين يعني شيء لهم أو كانت الإرادة يعني أن يكونوا هم المدبرون لعاصمة المملكة ولجماعتها الترابية. انتخابات مثيرة للجدل يعني كما تعلمون أننا في حينها يعني قلنا بأن لم نتوصل إلا بحوالي 30% من محاضر يعني سواء المحاضر الفرعية أو المركزية للمكاتب التصويت، وجمعت هذه الخلطة يعني التي يقال عنها تحالف ما بين أشخاص لا برامج لهم و ما يعني حتى الانتماءات الحزبية ديالهم يعني غير واضحة، لا تجمعهم برامج ولا رؤى واضحة ومشتركة ولا أي شيء. هذه الحالة هذه النخب التي شئ لها أن تدبر مدينة الرباط هي اليوم التي تدفع جماعة الرباط ومدينة الرباط إلى حالة من الاختناق السياسي والتدبيري الذي يعيشه المجلس كما نرى، ويتجلى في التجاذبات السياسية بين داخل هذه الأغلبية والفريق المدبر لها. الأمر الثاني
وهو أنه من أول يوم يعني ساد منطق الهيمنة، سيادة منطق الهيمنة. وهذا المنطق ديال الهيمنة من طرف يعني الأحزاب المشكلة للأغلبية جعلتهم لا يؤمنون بالنقاش، لا يؤمنون بالنقاش، لا يؤمنون بالحوار مع الآخر، لا يفسحون المجال للمشاركة لا للمعارضة ولا حتى ما يسمى الديمقراطية التشاركية التي يعني المشرع أعطاها مكانة يعني في القانون التنظيمي وأفسح المجال للتشاركية مع المجتمع المدني. فالذي يؤمنون به هو منطق الوزيعة والمغانم التدبيرية والمغانم الشخصية على حساب المصلحة العامة ومصلحة المواطن وعلى حساب الحرص على تجويد الخدمات والحرص على تجويد الخدمات الحيوية المقدمة للمواطن بجامعة الرباط. المسألة الثالثة وهي الإقصاء، سيادة منطق الإقصاء تجاه الفرق المعارضة، وتمادى بهم هذا الإقصاء إلى درجة التنصيص على هذا الإقصاء داخل النظام الداخلي الذي يعني غادي يذكروا لنا ذكرنا السي أنس والأستاذة سعاد تفاصيل ديال الدعوة أو التي رفعناها يعني لإلغاء المقرر ديال المجلس الجماعي بخصوص يعني ترسيخ هذا المنطق ديال الإقصاء. ف يعني شنو وقع؟ انطلاقا من تصفية وجود المعارضة داخل اللجان، وتعلمون أن النص القانوني اللي هو قانون تنظيمي ويرقى إلى مرتبة سامية بعد الدستور نص على أنه تترأس هذه يعني إحدى هذه اللجان الخمس يترأسها فريق من فرق المعارضة. الذي حصل في الولاية السابقة أن حزب العدالة والتنمية ويفتخر بذلك في إطار نظرته يعني ديال التعاون وإرساء ديمقراطية تشاركية وإرساء ديمقراطية فيها التعاون، يعني ما أعطاش غير يعني رئاسة لجنة وإنما أعطى رئاسة لجنتين للفرق المعارضة ونيابة رئاسة لجنة. ثم يعني كانت عنده خطوات بنى بها يعني العمل التشاركي والتعاون مع الفرق المعارضة عبر إنشاء يعني واحد العمل دوري دائم يتعلق بترسيخ واحد العمل يتعلق بتحديد جدول أعمال الدورات. فكانت المشاركة ديال الفرق المعارضة مع المكتب التنفيذي في تحديد جدول أعمال كل الدورات. اليوم يعني المعارضة مقصية من اللجان، مقصية من كل تشاور في القضايا التنفيذية التي هي من اختصاص طبعا المكتب التنفيذي، ولكن يعني المكتب ولكن يعني الفرق المعارضة لا تعلم هذا، تعلم التفاصيل ديال القضايا التنفيذية. المشكل الآخر وهو أن يعني الأغلبية تمادت في هذا الإقصاء يعني بحرمان الفرق المعارضة من طرح أسئلتها وتسقيف هذه عدد الأسئلة الكتابية اللي هي يعني ذات بعد يعني مهم ورقابي في العمل ديال المجالس الجماعية، وهي يعني مقتضى جديد يعني اللي جاب به القانون التنظيمي 113/14. وأيضا الملاحظة الرابعة تتعلق بسيادة منطق الريع. منطق الريع هو السائد على مستوى مدينة الرباط، ويمكن أن نجزم بذلك ويعني القرائن الدالة على ذلك كثيرة. فهناك تقريب المقربين السياسيين والناس الأقرباء والعائلات وكذا يعني من أجل استفادتهم من كافة الامتيازات التي يمكن أن تمنحها الجماعة. وتذكرون الجدل الذي وقع حول
إنابة زوج العمدة في نزاع قضائي يخص جماعة الرباط، وأيضا استفادة بن رئيس مجلس النواب الذي هو رئيس المجلس الوطني للحزب المهيمن من سند طلب لفائدة جماعة الرباط التي تديرها العمدة المثيرة للجدل، وقضايا أخرى يعني يمكن أن تظهر أو يعني في يعني رحنا يعني باقي تنشوفه، ولكن راه كاينه قضايا أخرى كثيرة لأن منطق الريع هو الذي أصبح سائدا يعني في هذا الموضوع. إخواني أخواتي، لا أريد أن أطيل عليكم، مدينة الرباط يمكن أن نقول أنها تدبرها أغلبية من النخب السياسية التي يعني لم يعرفها تعرف جماعة الرباط منذ يعني على الأقل يعني وحدة المدينة والميثاق الجماعي الجديد الذي يعني أفرز نخبان في واحد المستوى من الوعي ومن النقاش السياسي الهام والتدبيري داخل المجلس، ويمكن أن يعني تكتشفوا حقيقة التدني بالمستوى النقاش الدائر في داخل اللجان وفي داخل يعني الدورات والمستوى الهزيل التداول الذي يقع الذي تطور اليوم ليصبح عنفا يمارس على المعارضة بل على أطراف داخل الأغلبية التي يعني تجادل أو تنافح عن مصالحها يعني في مقابل مصالح السيدة العمدة. أكتفي بهذا القدر وسأترك المجال لمزيد من التفاصيل الأخرى يعني تخص المجال التدبيري إلى إخواني وأخواتي في المنصة، وشكرا. شكرا شكرا للأخ عبد الصمد أبو زهير الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمدينة الرباط. بعد إذنكم سأعطي الكلمة للأخ رئيس فريق العدالة والتنمية في جماعة الرباط السيد أنس الدحموني ليسلط الضوء على الجو السياسي الذي سبق هذه الدورة بالذات، دورة ماي لسنة 2023. لك الكلمة أخي الكريم. شكرا شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. طيب تحدثنا بدوري تنشكر الإخوان والأخوات جنود الخفاء اللي كيعملوا السلطة الرابعة واللي قبلوا الدعوة ديالنا في يوم الأحد، يوم اللي ما تيكونش فيه العمل العموم المواطنين ولكن الإخوان مجندين دائما باش كيقوموا بالمهام ديالهم التنويرية. وحنا بطبيعة الحال غنعطيوكم بعض التفاصيل اللي كتهم ما جرى في دورة ماي. وكنبدأ أولا باش نتقاسم مع المتتابعين ديالنا في الرأي العام سياق سياسي العام الذي كان مصاحبا لدورة ماي، واللي التخدير ديالنا كان مليء بالصراعات وبالتشنجات. على الأقل بغيت نتقاسم واحد ستة ديال النقاط اللي متقاسمة حول هذا الموضوع ديال السياق السياسي. الدورة ديال ماي كما يعلم الجميع تميزت في إطار ديال استمرار واحد المجموعة ديال النزاعات والخلافات بين أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس، بل أكثر من ذلك بين أعضاء نفس الحزب زعما الحالية اللي كيدبر ولا اللي كيترأس المجلس ديال الجماعة. ثم النقطة الثانية، لاحظنا التواصل ديال التداعيات ديال الاختلاف العميق ما بين الرئيسة ديال المجلس ديال جماعة الرباط والرئيس ديال مقاطعة حسان، وللأسف هما كينتميو لنفس الحزب الأغلبي، وبطبيعة الحال هذا الشيء كيأثر بواحد الشكل كبير وواضح على الخدمات ديال القرب الموجهة إلى عموم الساكنة. الساكنة دابا حاليا راه هي اللي كتأدي الثمن ديال هذه الخلافات الصغيرة والضيقة واللي كتكون دابا حاليا ما بين الأعضاء ديال الأغلبية وما بين أعضاء ديال نفس الحزب. وهاد النتائج ديالو شفناهم دابا حاليا، شنو الذنب ديك ديال الأطفال الوقت اللي كيتمنع عليهم داكشي ديال الملاعب ديال القرب في الدوريات ديال رمضان؟ شنو الذنب ديال الساكنه الوقت اللي كتحرم من دار الشباب ديال المحيط
واللي كتقفل في هذا الموضوع جراء هذه الصراعات اللي كاينه ما بين اعضاء ديال نفس الحزب الاغلبي المليء بالكفاءات ما بين قوسين. النقطه الثالثه المصاحبه لهذا السياق ديال الدوره هو البروز ديال الاحتقان وما اكثر الاحتقانات في جماعه الرباط. بطبيعة حال هذا الاحتقان لان السيده الرئيسه للاسف كتشوف راسها بان عندها القدره والامكانيه باش تدبر بطريقه منفرده بعيدا عن المقاربات التشاركيه. وفي هذا الاطار هذا لاحظنا التوتر اللي كان مع ارباب مقاهي المدينه ومن قبلهم سيارات الاجره واللي في واحد الوقت من الوقت اعلنوا التفكير في واحد الاضراب عام. ثم كذلك شفنا الملامح ديال الغضب في مجموعه ديال المواقع الالكترونيه ووسائل التواصل الاجتماعي من طرف بعض الفعاليات والجمعيات الرياضيه حول الطريقه ديال التدبير مرافق القرب. والتوعد فينا ما كينسى الوقفات الاحتجاجيه اللي قامت بها النقابات ديال الموظفين امام المجلس ديال الجماعه. وبطبيعه الحال السيده الرئيسه الاصل في الموضوع هو الحوار الاجتماعي المستمر مع ممثلين ديال النقابات الممتله في الجماعه، ولكن بالسياسه ديال الابواب المصاده حنا كنشوفوا دابا حاليا الاجواء متوتره ما بين الموظفين ديال الجماعه. ثم كذلك ظهور ديال الاجواء ديال القلق وديال الترقب بين المواطنين ديال الرباط وحنا منهم في هذه القضيه ديال عوده الصابو. اللي عنده شي سياره دابا حاليا خصو يوجد الجيب ديالو باش يخلص عليها، وبالخصوص اثناء الفترات الليليه. طبيعه الحال حنا فريق ديال العداله والتنميه وسط هذا السياق العام ديال التشنج ما يمكنلوش يتخلى على الساكنه، ما يمكنلوش يتخلى على المواطن وغيقوم بالادوار ديالو مهما بلغت. هذا الشيء اللي قالوه الاخوان قبل مني والاخوات، هذه القضيه ديال محاوله ديال اللجم ديال الادوار ديال المعارضه. اسيدي لولا ما كفاناش حنا المجلس والحرم ديال المجلس باش نعبروا على الاراء ديالنا والامور ديالنا، الحمد لله راه جيتو نهار الحد وحنا غادي نعبروا بكل حريه على داكشي اللي كيبان لينا صواب بالنسبه للجماعه ديال الرباط. في ظل هذه الاجواء غير الطبيعيه المصاحبه لسياق الدوره، اعلن الفريق ديال العداله والتنميه الرفض ديالو لمجموعه من القرارات الانفراديه للسيده الرئيسه واللي مكتبها المسير عبر واحد المجموعه ديال البيانات الرسميه، ومنها اصدار البيان الراي العام برفض الصابو بعدما اصدر القضاء الحكم بعدم القانونيه ديالو. ثم لجئنا الى القضاء عبر رفع قضيتين غتفصل فيهم الاستاذه الزخنيني حول هذا الموضوع هذا. ثم قام الفريق ديال العداله والتنميه باعلان المقاطعه للجلسه الثانيه لدوره ماي عبر بيان رسمي لجزمه بعدم قانونيه التسقيف ديال الاسئله الكتابيه حتى يفصل القضاء حول هذا الموضوع ديال القضيتين المرفوعتين للتحكيم ديالو. الموقف ديال الفريق في نهار ديال الدوره، الفريق بطبيعه الحال حضر في التوقيت اللي هو معلن عنه وتسنى اكثر من ساعه، ان كانت خلافات وما كانش كمل السيده الرئيسه النصاب ديالها والامور ديالها، ولكن هادشي تجاوز يعني طال الساعه. اخي المطاف ولينا كنشوفوا حنا فريق كنشوفوا في بعضياتنا غتبقى قدامنا تقريبا واحد ساعتين باش ندوزوا فيها واحد الجدول ديال الاعمال ديال 16 نقطة. إذا شنو؟ حنا الفريق ديالنا غياخد جوج دقائق ولا دقيقة ونص على كل نقطة من هاد النقاط. الأخ العمراني غيفصل لك هاد الشيء بواحد الشكل كبير 16 نقطة وغياخد الوقت ديالو الكافي، ماشي دقيقة ولا جوج دقائق حتى ما بان ليه باش الأمور اللي هي أساسية ومهمة واللي حاولت رئيسة حجبة على الرأي العام غادي نقولوها بكل أريحية من موقع المسؤولية ديال المعارضة. لذلك فضل الفريق عدم المشاركة في المسرحية ديال التصويت على أغلب نقاط ديال الجدول ديال الأعمال ديال الدورة. عندنا معطيات مستفيضة غادي نتقاسموها مع الرأي العام في هذه الندوة، ثم كذلك غادي نتقاسموها مع الرأي العام من خلال واحد التقارير غادي نوزعوهم على الإخوة والأخوات في وسائل ديال الإعلام. بطبيعة الحال الموضوع ديال الأكذوبة ديال الفائض والمهزلة ديال البرمجة ومجموعة ديال المغالطات اللي والتعتيم الممارس اولا قبل ما يكون ممارس على المواطنين والمواطنات وعلى عموم الصحافه، راه ممارسين يعني حنا كمستشارين ديال الجماعه. مجموعه ديال القرارات يعني تبنى انطلاقا من لا شيء من العدم، كيعطونا واحد الوثائق اللي هي عموميه
فيها مثلا كيقول لك صوت على اقتناء اراضي وعقارات، شفتي فين جات هذه العقارات هذه، الاماكن التواجد ديالها، العدد ديال السيارات ولا الدراجات، المراد الشراء ديالها، شنو هاد التفاصيل ديال الدراسات المعتمده، هادشي كله غيفصل فيه الاخ العمراني حول هذا الموضوع. حنا ما يمكنناش نصوتوا على شي اشياء وما عندناش التفاصيل ديال، لان حنا كنحملوا المسؤوليه والهم ديال الساكنه اللي وصلتنا لهاد المناصب حاليا، وبطبيعه الحال غادي نقوموا به في الاطار ديال المسؤوليه ديال المعارضه البناءه، وكنعطيو كما جرت العاده هذه يشهد ليها التاريخ فين ما كتكون عندنا شي اشياء اللي كنعتقدوا بانها غادي تجود من العملات ديال القرب، ما كنديروش فيها السياسه، كنشدوا داكشي المقترحات ديالنا وكنعطيهم لمكتب الضبط ديال الجامعه، لعل وعسى الناس ديال الكفاءات ديال الجامعه يتواضعوا شي شويه وياخذوا هذا الراي ديال الناس اللي سبقوهم في التدبير ديال الجامعه، ويشوفوا الاشياء اللي حنا قدرنا تمكننا باش ننجحوا فيهم يرتكزوا عليها باش يزيدوا جهود اكثر، والاشياء اللي ما استطعناش ياخذوا العبره من داكشي اللي حنا عطيناه باش يزيدوا بالمدينه القدام الكبده ديالنا على هذه المدينه هذه، وغادي نقوموا بالادوار ديالنا. في الختام، حزب العداله والتنميه كيجدد التاكيد ديالو على النهج ديال المعارضه البناءه من خلال تقديم جميع المقترحات اللي كيعتقد بانها غادي تجود العمل الجماعي وما غيدخر حتى شي جهد من اجل الدفاع عن الحقوق ديال المواطنين والقضايا ديالهم والمصالح ديالهم، وغيستمر في الاداء ديال الادوار الترافعيه ديالو سواء من داخل المجلس كلما كان ذلك ممكنا او عبر وسائل ديال التواصل حينما تغيب الشروط الكفيله بنقاش سياسي هادف ومسؤول من داخل الجماعه، بعيدا عن الصراخ، بعيدا عن البلطجه، بعيدا عن المشاهد اللي شفناها وكانت مسيئه للعمل السياسي في المفهوم ديالو النبي اللي كان امنوا به. وحزب العداله والتنميه ما غاديش يوقف مكتوف الايادي ازاء الامعان في خرق القانون، وما غيتواناش في فضح اي تجاوز مسيء لصوره مؤسسه دستوريه كتمثل العاصمه ديال المؤسسه. شكرا جزيلا. شكرا لك. رئيس الفريق، فعلا هي الإنسانية بصفة عامة لا تتقدم إلا بناء على التراكم، فهذا المجلس من نيشة يقول لك ما لقينا والو. لكن الكلمة أختي الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدات والسادة الصحفيين والصحفيات، نرحب بكم مرة أخرى في هذه الندوة الصحفية، ونشكركم كثيرا على حضوركم في هذا اليوم اللي هو يعتبر يوم عطلة، ولكن انتم دائما مجندين ما شاء الله كما قالوا الإخوان قبل، ونشكركم على جنديتكم. الكلمة ديالي غادي تركز حول الدعوات القضائية أو الإخلالات القانونية التي شابت دورة فبراير 2023، واللي كان فيها واحد المولود جديد اللي اعتبرناه واعتبروه كل الناس اللي كان عندهم منطق قانوني سليم أنه خرق كبير وواضح وسافر لقواعد القانونية المنظمة للعمل الجماعي وكذلك القواعد القانونية بصفة عامة. نحن في فريق العدل والتنمية مجلس جماعة الرباط بعد تسجيلنا مجموعة ديال الخروقات التي شابت هذه الدورة ديال فبراير 2023، وخاصة محاولة قمع حرية التعبير المضمونة قانونيا لأعضاء المجلس، وذلك شنو درس عبر تسقيف الأسئلة الكتابية وحجب المعلومة عن المواطن بمنع التصوير مجريات الأحداث ديال المجلس، وهذا الشيء كله من خلال تعديل جوج المواد، المادة 11 والمادة 33 من النظام الداخلي. هذه المواد جات في النظام الداخلي منذ بداية ولاية هذا المجلس، واشتغلنا به عدة ديال الدورات وخاصة منها دورة استثنائية، عاد بان لهم أنهم لابد أنهم يغيروا هذه المادتين، واستهدفوا هذه المادتين بالذات لأنهم كيشوشوا عليهم في منطقهم اللا سليم بأنهم ما يمكنناش نصوروا مجريات الدورات والمداولات لمنع هذه المعلومة أو المعلومات على المواطنين، وهذا خرق سافر للقواعد الدستورية. ثم تسقيف الأسئلة الكتابية اللي هي المشرع في القانون التنظيمي 13-14 ضمنها للمستشارين أغلبية أو معارضة أو إلى آخره، المهم كل كاع المستشارين ديال وأعضاء المجلس الجماعي عندهم الحق أنهم يقدموا أسئلة كتابية كوسيلة من الوسائل الرقابية. إذن هذا هو الدافع ديالنا الحقيقي اللي لجئنا إلى القضاء الإداري انسجاما مع مواقفنا وقناعتنا بأن اللجوء إلى المؤسسات المختصة هو النهج الحضاري والوسيلة الكفيلة بمعالجة الاختلالات مسيري جماعة الرباط. إذا رفعنا دعوتين أو دعوتين قضائيتين، الأولى كتتعلق بإلغاء مقررين الجماعيين القاضيين بتعديل المادة 11 والمادة 33، والثانية كتتعلق
بطلب إيقاف تنفيذ المقررين المذكورين. وقررت المحكمة الإدارية إدراج دعوة إيقاف التنفيذ بجلسة يوم الخميس ديال الأسبوع اللي داز، وقررت كذلك حجز هذا الملف هذا اللي داز نهار الخميس اللي داز للتأمل لجلسة 11/5، وغادي تثبت فيه المحكمة إن شاء الله بما ما يتماشى مع المنطق القانوني السليم مع القواعد القانونية. ثم قررت إدراج الدعوة الثانية اللي هي إلغاء المقررين المذكورين في يوم 18 من هذا الشهر الجاري اللي هو 5. طيب هاد الإخلالات غادي نجيزها فيما يلي. الإخلالات هي بحقها كثيرة، ونذكر منها على سبيل المثال الحصر، لأن التفاصيل تم بيانها فيما تقدم به الإخوان أو كذلك في المقال الافتتاحي اللي قدمناه للدعوة. أولا المادة 11 من نظام الداخل تم تعديلها بتسقيف عدد الأسئلة والجهة المخولة لها طرح الأسئلة. هذا التعديل مخالف لمقتضيات المادة 46 من قانون التنظيم 13/14 المتعلق بالجامعات الترابية. فهذه المادة لم تسقف عدد الأسئلة الكتابية ولم تحصر طرحها في رئيس الفريق، بل يمكن تقديمها بصفة فردية أو جماعية، عشان كيقول النص. هذا التعديل يرمي إلى تقييد دور المستشار والتضييق عليه، وهذا واضح في المرامي ديالهم في التعديل. المادة الثانية اللي هي المادة 33 من النظام الداخلي تم تعديلها بشكل يمنع تصوير أو نقل مباشر بأي وسيلة للجلسات باستثناء الجهة المعدلة من طرف المجلس. هذا التعديل طبعا باين للعيان يمس من علنية الجلسة التي تكفلها وتنص عليها كشرط لصحة الجلسة مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي 13/14. فالمادة 48 كتشترط علنية الجلسة وكتشترط أن تكون مفتوحة للعموم، وهذا الشرط لا يقتصر على الحاضرين بالقاعة بل يشمل عموم سواء كانوا حاضرين أو متابعين عبر أي وسيلة نقل. كما أن هذا التعديل يمس ويضرب الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة، ويقصر هذا الحق من تختارهم رئيسة المجلس للتصوير، بمعنى أن رئيسة المجلس تريد حجب ما يروج في الجلسات عن الساكنة وتقوم بعملية التمييز بين الصحفيين. حنا كفريق في العدالة والتنمية في مجلس جامعة الرباط علمنا العزم ديالنا المضي في التعبير عن مواقفنا وقناعتنا ومقترحاتنا من موقف المعارضة البناء بكل الوسائل التي تضمنها القوانين الجارية بها العمل، وإبداء آرائنا للرأي العام وتوضيح كل المغالطات التي تسوقها الأغلبية المكونة للمجلس الجامعي. حزب العدالة والتنمية هو حزب سياسي يحترم القانون ويعتبر اللجوء إلى القضاء ممارسة راقية وحضارية، ولذلك لما سجل الفريق العدالة والتنمية بالمجلس الجامعي بالرباط كل هذه الخروقات وهذه الانحرافات في سير هذه المؤسسة التمثيلية والتي مست بقواعد الديمقراطية المحلية قرر اللجوء إلى القضاء. فإذا كانت مخالفة القانون أمر عادي بالنسبة لرئيسة الجماعة، فإننا فريق العدالة والتنمية لا يمكن أن يكون عادي بالنسبة لنا ولا يمكن أن نطبع معه، كما لا يمكن التسامح مع خروج عن القانون. إننا نؤكد للرأي العام المحلي والوطني على التزامنا بالدفاع عن مصالح المواطنين وعن التنمية المحلية لعاصمة المملكة من موقع المعارضة البناء لإعلاء القيم الديمقراطية وسيادة القانون والمساهمة في ترسيخ منظومة الحقوق والحريات وتعزيز حق المواطن في جودة العيش في تنمية تستجيب لمتطلباته واحتياجاته الحيوية. وشكرا لكم. شكرا لك يا أستاذة. الآن سأعطي الكلمة إلى الأخ الحسن العمراني ليسلط الضوء على الخروقات القانونية والتجاوزات المالية التي شابت تدبير هذا المكتب المسير. لك الكلمة أخي الكريم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات رجال الإعلام، مرة أخرى الشكر موصول لكم كثيرا على الحضور المكثف لهذه الندوة الصحفية التي تعتبر الثانية من نوعها بالنسبة لفريق العدالة منذ انتخابات تامين شوتنبير. هذا الرمز عنده دلالته، لأنه احنا خدينا قرار في الفريق طبعا بعد الثامن من شوتنبير، قلنا سنترك درنا ندوة قبل ما أول دورة ديال هذا المجلس، أرسلنا فيها رسائل التقط البعض منها بشكل جيد، ولكن للأسف الشديد الجزء الآخر ما يحتاج وناس وطنيين، طبعا ما كان زوج وطني على المنتخبين في المجلس اللي التقطوا فيه الرسائل. ثم بعد ذلك قلنا سنصمت ونراقب، وكانت عندنا الوظيفة الوحيدة في البداية أن نكون قوة اقتراحية لتجويد ما يقوم به المجلس.
منذ أول دورة يعني اللي كانت، ما نحتاجش نعطيكم الدلائل، ما حاضرته تثبت على أنه طبعا إلى جانب بعض الفرقاء الآخرين داخل المجلس اللي كنحترمهم قلال، لما كنكونوا كيمكن النقاش يكون عنده الطبع ديالو، تكون عنده زعما حرارته، لما لا نحضر في اللجان يمكن أن تصور بأن كان اللجان تنعقد في دقيقتين، لأنه الأمور كتدوز بعد ذلك. قلنا نبدأ ننبهوا، نبدأ ننبهوا، واعتبرنا بأن وصلنا الآن لواحد المرحلة ديال أن نخرج مرة ثانية، وخدبت عمليا راحنا في سنة ونصف وزيادة ديال تشكيل ديال المكتب الحالي. قلنا غنضموا ندوة صحفية ثانية، مجالات يعني ولا المضامين ديالها راه تذكرت في من طرف الاخوات والاخوان اللي سبقوني في الكلام. انا غادي نتكلم على جوج النقط، طبعا غادي ناخذ فيهم شي دار التفصيل، لانه غنتكلم على الخروقات القانونيه اللي واكبت هذه الدوره، ثم غادي نجي نتكلم على ما سمي بالفائض والطريقه البرمجه ديالو. خلوني نقول لكم في البدايه بالنسبه للخروقات، راه ملي كنتكلموا على خروقات القانون ماشي هذا طرف فكري، ماشي هذا نقاش ما عندوش علاقه بما نتحدث عنه، باش الامور يكون فيها الوضوح، لا بالنسبه يعني للمهتمين ولكن يعني بالنسبه للمواطنين ديالنا المغاربه، لان هذه مؤسسه تدبر الانسان اللي ما كيستحضرش القانون، راه بحال شي واحد ركب في شيرموك وما عندوش حتى البيرمي ديال البشكليط. طبعا البشكليط ما عندناش فيه البيرمي في المغرب عندنا، ولكن المطر يعني عندهم هذا شنو عايدير من الديبار، غيدير الكسيد، غيدير الكسيد، لانه بالنسبه لي ما كيعرفش شنو هو ستوب، ما كيعرفش شنو هو الانتيردي، ما كيعرفش هو السرعه القانونيه، تعرف تحت تعرف غير انه شي حد عطاه داك الرموك وقال وعمرو لي دار ليه البلان وعطاه يعني الرموك دوبل في وركب وزاد. هذا ما يمكننا نتصوروا منه الا الكوارث، باش الامور تكون واضحه، راه هذا الشيء عنده علاقه والقانون الاحترام ديالو في مؤسسه منتخبه ماذا تعني؟ كتعني لما قدرش الانسان يحترم الحد الادنى من الاليات الاشتغال ما غيحترمش ما تبقى. الى الانسان كيدوز في الضو الاحمر خرج عينيه، باقي غتقول له راه عندك التنو ملحوس، باقي غتقول له راه فاتك لا فيزيت تكنيك ديال العين، داك الشيء هو داك الشيء من 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 الامور اللي كتبان له غير كتهضر معاه في التفاهات، لان القناعه عنده ربما باللي راه مدعوم الى المستوى اللي كيمكن له يدير اللي بغاه بالشكل اللي بغاه في الوقت اللي بغاه بالطريقه اللي بغاه وما عندوش حتى واحد. وانا نقول لكم زعما يعني انا لست شاعرا، والا لو كنت املك الكلمات لنظمت الشعر في كل هذه الفظاعات. كنا سمينا واحد الدوره من دورات المجلس بالدوره ديال الوزيعه، اليوم غادي نتوقف على ما يمكن ان نسميه بالفاجعه من خلال الاخطاء القانونيه السبعه، وغنتكلم عليه باختصار ونقول لكم شنو هادشي ديال الاخطاء القانونيه. واحد الوقت قررنا في الفرق نوقفوا، والا داكشي كثير بزاف. اول خرق قانوني، لم نتوصل بالوثائق ديال النقاط المدرجه كلها. شنو كيعني هذا الكلام؟ كيعني بان ما عندناش المعطيات اللي غادي نبنيو عليها باش ناخذوا القرار. كيعني باللي هاد الناس في احسن الحالات ضعاف في ان يعدوا هذه الوثائق، ولكن من الناحيه العمليه كاين واحد الفرضيه، هاد الناس سيقولوا كلام في الهواء ومخبيه باش ما يعطوش الوراق اللي كتبت العكس ديالو، والا الا كان شي واحد كيدير واحد الخدمه مزيانه مقاده مغيزه شخصو يدير لها، راه ماشي يعطي فيها الوثائق، خصو يتبع كيف قالوا سيدنا مراكش تا الراكت، يتبع بالطباله والغياطه، وهذا حق المواطن باش يعرف شنو كاين. هذا اول خرق ديال الماده 35 ديال القانون 813-14. الفقره الاخرى واضحه، النقط في العمل مع الوثائق ذات الصله. واش معقول انه نتكلموا على البرمجه ديال 7 دنيرات السنتيم، هذا خلاص بوحدو راه موضوع، ونتكلموا عليه في صفحه واحده دون ادنى معطى، ما يعني ان الناس اللي كتصوت كتصوت ما عندهاش المعلومه، كتصوت ما عندهاش علم بما تفعل، ما عندها حتى منطق ان تداول في نقط. على كل حال حنا كنطلبوا القانون يطبق. في المجلس السابق احيانا كنت كندير ليالي بيضاء بالمشاركه الموظفين الله يجزيهم بخير،
وبمنتخبنا اكفاء كانوا كيتحملوا المسؤوليه في المكتب باش نوجدوا الوثائق نعطوها للمنتخبين لان هذا حقهم ما كنمنوش عليهم هذا حقهم ولكن كتبين الهم اللي كيهزوا المنتخب كتبين القدره ديالو ينتج كتبين الرغبه ديالو انه تمشي الامور بشكل 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 سلس هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه هو المخالفه الصريحه لمقتضى الماده 42 من القانون التنظيمي 13-14 هذه بوحده في 4 ولا 5 المخالفات بوحده غنكتفي بوحده علاش كتنص هذه الماده كل عضو في المجلس عنده الحق يقترح على الرئيس بصفه فرديه او عن طريق الفرق اللي كينتمي ليه دير درج نقاط في جدول العمل الدورات السيده رئيسه المجلس القانون كيقول لها جوج حاجات ما عندهاش بزاف الخيارات الا داكشي داخل في اختصاص المجلس وجا في الوقت يدرج الا ما دخلش اختصاص المجلس او جا خارج الاوقات لا يدرج وتخبر المعني بالامر وفي بدايه الدوره تحيط المجلس علما قبل ما تبدا كتقول تبقى المقتضى 42 وحيط المجلس علما بانني توصلت بمقترحات لادراج جدول الاعمال اللي تدرجت ما كتكملش على حيت راه كاينه اللي ما تدرجتش ما درجتهاش وها علاش ما درتش هذا الامر هذا ماذا يعني يعني انه كاين حاجه ديال المعلومه يعني انه كاين اشكال فيما يتعلق بالطريقه ديال التسيير في الدوره ديال اكتوبر 2021 هاد الاخوان الفريق سامحهم الله كلفوني ندير شي بركه بقيت كنتكلم واحد الوقت ونقول لهم شوف اظهار هذا الكلام لا تفهمونه لانني اتحدث مع اشخاص في تنظيماتهم هم اقرب الى الضيعات منها الى الاحزاب والمؤسسات اللي كتحترم راسها منك كتكون في مؤسسه المنطق ديال الفيرما هي اللي فيها صعيب هذا الكلام يتفهم حيت مول الفيرما راه مول الفيرما اش غتقول لي هو مول كلشي ما عجبوش خدام يصيفط خدامه جاو خدام اخرين يجيبهم بغى يذبح العجل يذبحوا بلا مناسبه ما بغاش كاع يخدم ما يسوقوا في حتى واحد هو مول الفيرما صافي تعال الفيرما هذا راه ماشي منطق ديال تدبير مؤسسه دستوريه تنظم بقانون تنظيمي ياتي في مرتبه ثانيه بعد الدستور الخرق الثالث طبعا السيده الرئيسه منحت لمواطن الكلمه عطاتو الميكرو باش يتكلم هذاك المواطن شنو الخرق اللي كاين هنايا الخرق ديال المقتضى ديال الماده 33 الماده 33 القانون التنظيمي كتكلم على اربعه الاصناف اللي عندهم الحق ياخذوا الكلمه في ذاك المجلس يكون منتخب يكون العامل او الممثل ديالو واش كتعرفوا شنو العامل ولا الممثل ديالو هذا راه الدستور عطاه المراقبه الاداريه وإلا بغيت تدخل بطلب منه أو بطلب من الأعضاء يؤذن له يكون موظف الجماعة أو يكون ممثل مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية أو وزارة يستدعى لإعطاء معطيات بشدد نقاط مدرجة في جدول الأعمال هادشي اللي كاين واش عنده واحد المسطرة ديالو السيدة الرئيسة إلا بغات تستدعي موظف ديال الدولة يحضر في الدورة كدير له دعوه رسميه عن طريق السيد العامل حنا عندنا السيد الوالي راه ماشي الناس غير كترول كيف ما بغات راه بحال شي واحد دخل دابا يلعب معاك ماتش الكره يقول لك لا الفرقه ديالنا حنا فيها 17 يا ودي راه 11 لا حنا موالين الكره غنلعبوا 17 ما بغيتوش ما كاينش يا ودي نعلو الشيطان لا حنا غنديروا جوج كوال ولي بون ديالنا حنا غنضيقوهم غنديروا في ميترونس حنا موالين التيران جايبين الكره يا كودي لاباس راه شي في منطق ديال التنظيم ما فيهش المنطق ديال الفوضى وارتباطا بهذه النقطه الخرق الرابع انه ان السيد خذا الكلمه خرق الماده 41 الماده 41 واضحه كتقول لك لا يتدا دابا ما عندوش الصفه ما عندوش الصفه كاع ما عندوش الصفه يتكلم اما وان قد تحدث فتحدث في امر فيه خرق الماده 41 لانه لا هو من اختصاص المجلس ولا هو مدرج في جدول الاعمال واش كتعرف هاد الماده 41 اش كتقول اللي خرق هاد الماده كتطبق فيه الماده 64 ديال الاضاحات الكتابيه ومهدد بالعزل من المجلس في اطار الماده 63 راه واضح هذا كاع منتخب تجي تتكلم شي حاجه ماشي باش تتكلم خصها تكون بعدا اختصاص المجلس دابا الاتهام هذاك الاتهام الذي سمعناه جميعا هذاك ماشي اختصاص المجلس المجلس ليس هيئه قضائيه راه الخرق الثالث راني تكلمت لكم السيد ما عندوش كاع الصفه اما ان الرئيسه سمعته على خاطر خاطرها والمنتخبين سمعوا على خاطر خاطرهم في مساله لا تدخل في المجلس
هذا خرق واضح للقانون التنظيم. الخرق الخامس كيتعلق بالتصوير ديال المجرات ديال الدوره. حنا الماده 33 الاستاذ سعاد راه تكلمت لكم عليها، حنا ضدها وغنمشيو للقضاء. ماشي غنمشيو، مشينا للقضاء بجوج الحاجات، يبطل المقرر، ولكن درنا واحد الحاجه تفرد بها فريق العداله والتنميه، درنا جوج دعاوى، درنا الدعوه ديال ايقاف التنفيذ بطريقه استعجاليه. داكشي باش دازت الجلسه الاولى يوم الخميس الماضي، وطبعا في الموضوع حنا غاديين معاهم باش نلغيو داك المقررات ونتيقوا في القضاء. اما وانكم درتيو نتوما هادشي ما قدرتيوش تطبقوه نتوما راسكم، دابا شي غير بيناتكم، غير بينكم براسكم، بنادم غير بينو وبين جلايلو ضيق وزير وما قدرش هو يطبق داكشي اللي كيدير. جبتيو ناس كيصوروا اللي ما عندهمش الصفات داكشي اللي درتيو في الماده 33 اللي حنا عارضنا على كل حال. اسيدي غير طبقوا شي داكوم حقا، حنا ما قابلينوش لكم. اما الاصل عندنا راه الا بغيت نتكلم لكم على المظاهر ديال الاشراك في الولايه السابقه اللي درنا في النظام الداخلي، نفتخر ماشي فقط هذاك، ماشي كنمنوا على الناس، هذاك منهج في التدبير، لانه اللي كيفتح ما كيخافش شنو كيدير، واللي كيشتغل وكيفتح للناس كيبغي الناس يطوروا العمل ديالو، راه الكمال لله سبحانه وتعالى. واللي كيخدم بوضوح كتكون كرشو خاويه من العجينه. العجب العجاب، بنادم تكون عنده كيدعي شي حاجات مزيانه ويسد عليه ما يبانش لعباد الله، ما بغاش كل هذه الدماغ ديالي. فاذا هذاك التصوير من طرف اشخاص ما كيطفرش الشرط بماده 33 اللي صدقوا عليها اللي حنا ضدها، ما قدروش انهم يطبقوها. والا حنا بالنسبه لنا داكشي كيكون مفتوح، راه حتى المشرع باش نتفاهموا، راه لما قرر المشرع في الماده 48 امكانيات جلسات، ماشي قال جلسات مغلقه، قال جلسات غير مفتوحه للعموم. ماذا تعني غير مفتوحه للعموم؟ من حيث الحضور. اما ان تكون المعلومه عند العموم، هذا راه ما يمكنناش في القانون الولوج للمعلومه نجيو دوك نتذكروا في حاجات اللي ما خصناش نتكلموا فيها بالمطلق، خص يكون فيها الوضوح. الخرق السادس هو السيدة الرئيسة سامحها الله دازت واحد الدوزة في ديك الجلسة ديال الأسئلة الكتابية ولغاتها بلا موجب شرع، بلا موجب قانون. دابا هادي شنو فيها؟ فيها الخرق د المادة 33، الخرق د المادة 35، الخرق د المادة 41، الخرق د المادة 42، الخرق د المادة 46. لأنه المشرع قال بأنه تخصص في كل دورة جلسة للأسئلة الكتابية، بغض النظر على الملاحظات ديالنا على التسقيف راه تكلمت عليه الاخت سعاد الزخنيني ديال الماده 11 ضدها ايضا. درتي سؤال واحد هذا كيدار فيه جلسه، اشنو كان خصو يدار من الناحيه المسطريه؟ ساليتي الجلسه الاولى باش كتختم عندنا الجلسات وكيفاش كتختم الدورات؟ الجلسه تختتم بتلاوه الغياب عن اعضاء المجلس في ديك الجلسه طبقا لمقتضيات الماده 67 من القانون التنظيمي 13-14، وكترفع الجلسة. هذا إذا كانت جلسة، باقي جلسات أخرى غتجي موراها. وإذا كانت هي الجلسة الأخيرة، شنو كدير؟ كيخصك تقرا طلع المجلس على الغياب على ديك الجلسة اللي هي الأخيرة اللي هي الثانية، ثم تطلع المجلس على الغياب على الدورة كاملة. هذه هي دورة كانوا فيها جوج الجلسات، السيدة الرئيسة دارت تيفشي ودخلت تيفشي وعجنات يعني بجوج جلسات في جلسة واحدة ودازت ليها نيشان وطرقات فيها المسمار وفتها. ثم ان خرقات المواد 9 والماده 14 من النظام الداخلي للمجلس، السيده الرئيسه المحترمه قالت لهم باللي ما كاينينش مولين السؤال اذا غندوزو. ياك ودي لاباس، راه المواد 9 اولا هذه بعدا جلسه ما دارتش حتى ولا درتها بديك الطريقه، راه حنا ناصين في النظام الداخلي الا ما كانش صاحب السؤال عنده الحق انه بشي واحد يطرح السؤال ديالو. وقبل ما نتكلموا راه حنا ناصين في النظام الداخلي في الماده 9 تبدا الجلسات بكلمه الرئيسه وعرض جدول اعمال النقاط المدرجه فيها. خصنا نقول سالت الجلسه الاولى بالطريقه اللي قلت لكم، عاد كنقول افتتح الجلسه الثانيه والكذوب فاش. اذا هذا المأخذ الخامس ديال الاكذوبات الفائض لاول مره. ارانا نجيو دابا للتفاصيل، هادو خمسه د الحاجات غادي ندير سته د الحاجات في التفاصيل. هاد الاخوان الفريق ملي بدينا كنوجدوا هادشي واحد الوقت
قلنا شي خصنا نوقفوا حيت كون بقينا كنكتبوا ما غنوصلوا يمكن غنكونوا باقيين تنوجدوا حتى يدور العام الاخر. نبداو بالع يعني الاقتناء بالعقارات والاراضي واداء الرسوم ديالها، لان في ثلاثه الملاحظات ما كاين حتى وثيقه كتكلم على هذا الشيء. كاين شويه ديال المحطه الطرقيه وعقارات من اجل اقامه اسواق نموذجيه ب 4 مليون درهم. اعطوني شي 5 المتروات يمكن نديروا فيها سوق نموذج في الرباط كتصور 4 مليون درهم. واش كتعرفوا المسطره ديال الجبه داكشي المجلس شنو هي رقم ما كتجيبوا للمجلس؟ كتكون عرفتي العقار، عرفتي المساحه ديالو، عرفتي الموقع ديالو، خرجتي اللجنه الاداريه للتقييم اللي كديرك التقييم ديال الثمن، وكتجيب لنا داك التقرير ديال اللجنه كتقول اللجنه الاداريه للتقييم اللي انعقدت ها الثمن الافتتاحي ديالها اللي قالت ها التقييم. ماشي بالمخامه واحد السيد ما عندوش لا نوسيون زعما ديال لي زيكار دخل عندهم المعلم واحد المره لقى الدريش قلا في القسم قال له شحال عندهم في هذا القسم؟ قال له استاذ واش نقول لك واش حنا 5 ولا 742 ما عرفتش. دابا 5 6 ممكن 7 8 ممكن وانا 5 742 اش كيعني هذا الشيء؟ غاتشاير غاتشاير راه شي خصهم يستارتو. جبتي عقارات علاش غادي تعطيني 3 ديال الاسطور؟ السطر الاول 13 مليون ديال الدرهم، السطر الثاني 4 مليون ديال الدرهم، السطر الثالث 3 مليون ديال الدرهم، فيها جوج الملاير منيار ينطح منيار اللي قالوا سيدنا المغاربه. حنا ماشي ضدها، قولوا لنا مسطرين واش هادشي شاد ولا ما شادش، ولانه ما شادش راه من حق المغاربه يطرحوا السؤال على النمط ديال التدبير ديال هادشي. اجي واحد الحكايه حتى واحد ما تكلم عليها وغير تكلم على فرق العداله والتنميه. شحال باش داس فبراير تيقول الفلاح شحال باش داس كوبراير شحال بينا وبين فبراير الماضي؟ 3 شهور شهرين بشويه نقولوا 3 شهور. مني كنتم محتاجين هاد الفلوس باش تستعملوها؟ جابوا لنا فبراير الماضي لغاو 7 الاعتمادات من 7 الاسطر الماليه لغاوها. دابا في فبراير لغيتي مبلغ يقارب يعني 374 الف درهم يعني 34 مليون لغيتيها من الاعتمادات في فبراير وانت عارف راسك محتاجها. شنو كتعني هادشي؟ بلي شي واحد دخل الكلينيك ومحتاج الفلوس باش يخلص العمليه الجراحيه ويقول لهم دوك الفلوس غير حيدوهم سيروا ديروا بهم شي فشطه. حتى الراجل دخل الكلينيك والله علم شوفك ربي اللي كيعلم بالاعمار وكما كان الحال ما تخرج خصك تخلص كتقول لهم غير حيدوا ديو الفشطه وخلص بعد الكلينيك. وإلا مشيتي عند الله خلي اللي خلص موراك الكلينيك واش يستقيم تكون انت عندك حاجه ما دير بها عندك ما دير بها في هذا العام 23 وكاين عندك الفلوس وجيتي عندنا في فبراير قلتي غنلغيهم واخا غير 347 الف درهم ورجعتي دابا دخلتي 20 مليون ديال الدرهم. هذا النقطه السادسه المتعلقه يعني بالاقتناء ديال العقارات. النقطه السابعه ديال الدراسات ثلاثه السميات اللي قدر انا في العمل الجماعي وهاد الاخوان الاخوات في العمل الجماعي وما نحتاجش منو على سيدي ربي بلي راسنا صغار في التعلم ولكن نفتخر بانه نتميز بما بكفاءه وسط واحد العدد ديال الفرقاء اللي كيديروا السياسه في هاد البلاد. عندي صعوبه نفهم ثلاثه ديال الاسماء الدراسات العامه الدراسات التقنيه المساعدات التقنيه والدراسات. قال لك شي ولد عنده اشكال في الالوان واه مابغاش تحفظوا ليه الالوان تيعيا داك الاستاذ مسكين كيحفظوا في الالوان واحد واحد مره جا عند با قال له ولدك راه والو عييت فيه با غدار. قال له ساهله القضيه. قال له كيفاش ساهله؟ هو هز واحد المطيشه قال له شتي ولدي هاد المطيشه دابا ها راها صفراء حينت خضراء ولا شتا حمراء عرفها طايبه دابا وحده السيد واحد مع الالوان والمعلم حراق مع جوان كيلاص جيتي انت هزيتي وحده وحده قلتي لي في ثلاثه الا شتي صفراء عرفها خضراء دابا واش صفراء ولا خضراء؟ لا الا شتي صفراء عرفها خضراء والا شتي طيبه عرفها الا شتي حمراء عرفها طيبه. مليون و500 الف ديال الدراهم في ثلاثه الاسطر تقول عملي نفس الشيء. ما كاين مشكل محتاج انت الدراسات. علاش جيتي لنا في فبراير ولغيتي تقريبا 600 الف ديال 590 يعني 590 الف درهم زايده بشي صرايف فوق منها لغيتيها من بند ديال الدراسات في فبراير وجيتي دابا كتقول لنا خصني مليون و500 الف ديال الدرهم؟ اشنو كيعني هذا الكلام؟ كنهبط هخبط بمعنى
غير اللي بانت لك دوزها. واش هذا معقول؟ بلا ما نتكلمكم على نفس التدبيري، هذا اللي كيدبر العاصمه لا يملك القدرات ديال التوقع غير دعام. مازال ما تكملش على 5 سنين، ما تكملش على 10 سنين، ما تكملش على 20 عام. دابا من شهر لشهر ما قدرتيش دير التوقعات، كتحيد حاجه وتزيد عاود تردها وتقول واحد الحاجه تعاود تزيدها. انا نقول لكم دابا اكثر من هادشي انا جاي ليه. هذه في النقطه السابعه المرتبطه بالدراسات. النقطه الثامنه المتعلقه بهذا الامر هو البيع والشراء ديال كرات السيارات. حنا مبدئيا مع التوفير ديال وسائل الاشتغال كاينش النقاش فيها، وغيكون طوباوي اللي غيقول ما تكونش وسائل الاشتغال. ومني كنا في الجامعه شرينا سيارات الاشتغال. باش نفضيو هذا الكلام، الكلام ماشي في هذا المستوى. هذا الكلام هو في جوج الحاجات، واش كاين انسجام في السلوك في التعامل مع نفس الموضوع، واش كتعتمد الاداه الاكثر نجاعه في التعامل معه. يلا كريتو السيارات 13 سيارات تكرات بما سيكلف الجامعه ازيد من 1,135,000 ديال الدرهم سنويا، ما يعني في 5 سنوات سنتجاوز 6 ملايين درهم، 600 مليون سنتيم. جيتي وكتدافع على انه الكراء احسن بكثير من الشراء، ودرتي فيها مغالطات ما كاين. بس وحلاش جبتيو لنا الان باش غادي تشريو بجوج مليون ديال الدرهم؟ ياك مازال كاع الطوموبيلات ما فرقتهمش، الطوموبيلات ديال النواب بالكرا مزيان، والموظفين الكونغو بالشرا مزيان. دابا قلنا غير اش اللي مزيان، واش الكرا ولا الشرا؟ غنقول بعدا غير قلنا، غير قول لنا اش اللي مزيان، واش الكرا ولا الشرا؟ الى الكرا على كلشي، الى الشرا على كلشي. حيت كتعرفوا مستاريا ما تقدروش تشريو الطوموبيلات ديال اللوكس، ما تقدروش تشريوها، ما غيدوزو لها لكمش المسؤولين اللي موراكم. داكشي باش مشيتي للكرا والكونغو عرفتوا غادي يدوز. بلاتي بالله عليكم، ماشي راه حنا كنديروا دابا بالمنطق ديال الفيرما طبقات في وسط ديك الجماعه المنتخبين من النواب الرئيسه منهم من احترمه وقدره كيشتغل، ولكن مع ذلك من الموظفين اللي كيحرقوا الصباط وكيشتغلوا على حساب عيالاتهم وولادهم واسرهم الى غير ذلك. واش ما فيش تمييز؟ نعطي للمنتخب سكودا دبل في، راكم كتعرفوا قال لك شي مره شي وحدين بغاو يديروا شي نزاهه، شي نزاهه بغاو يديروها، واتفقوا شي بانضيه قالوا شوف عرفت هذيك المرسيدس كلاس وكذا، هذيك غنديروها غير هذوك فلان وفلان وفلان، وهذاك الكاميو غنديروا الاخرين، وفي الاخر غنطلقوا في نفس المكان. واحد مني جا من التسع كيشوف كيقول شي واحد هذا كيقول الكاميو، الاخرين كيقولوا المرسيدس. هذا هو بدا بعد شويه بدا كيقول اش كيقول هذا، حتى كيمشيو للمرسيدس اش كيقول الاخرين كيصيفطهم الكاميو. لقى بلي هذوك قال اللي كيمشيو للمرسيدس كيبداو بن 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 بن، وصل عند هذاك اللي كيفرقهم قال ليه سميتك؟ قال له بان شي حاجه، بان تبع على شي حاجه. قال له الكاميو، الا انت بان ايوا هذوك الكاميو. دابا الا كنتي منتخب نائب الرئيس سكودا، ولا كنتي موظف هو الكونغو، عيب عيب ان شي دار في المنطق ديال بلادنا اليوم، حرام حرام. نزيدكم حاجه اخرى، والشيء بشيء يذكر، راه لابيل دوفر فيه بيجو 508 هذا اللي جاب دابا سكودا. واش كتعرف هادشي منك من الناحيه القانونيه؟ هادشي كيعلمو المتخصصين. انا عندي سؤال غنطرحو، واش ما كيتعتبرش هذا الامر هذا باللي واحد الاليه من الاليات ديال التفضيل بطريقه غير قانونيه؟ انا كنت باغي كريو سكودا، كنت دخلت في المارشي مني قالوا 508 ما عنديش لا بوسيبيتي نجيب 508، ما جيتش المارشي انا صان كاع، انا لوكاسيون دو فواتور ما عنديش 508. سي لا كونكورونس ديال رويال، سينو سي ديغيزي. انت درتي 508 في الاخر خرجنا في سكودا، واخا راه ويل ويل من حيث البريستيج ما عندها حتى معنى. ما يعني مكتوبه 508 في لتر ريفيرونس ديال لابيل دوفر، ما يعني باللي انه الناس ما عندهمش سوق في هادشي كله. هو اجيو لواحد العمليه مهمه كاع في هذا الفيلم كامل، نعاود ناكدوا وسائل الاشتغال ضروري منا، خصها دار
ما كاين زعما غير الكرا والشرا بهاد الانواع اللي كاينه نفتخر في العداله والتنميه مع الفرقاء ديالنا اللي كانوا كيدبروا مجلس المرحله السابقه. خلينا مورانا اتفاقيه شراكه مع المؤسسه النجعه الطاقه المؤسسه ديال الدوله. شنو كنا غنديروا؟ كنا غادي ناخذوا السيارات الكهربائيه والدراجات الناريه الكهربائيه. عرفتي علاش؟ عرفتي علاش؟ ياك بغا بنادم غير يتنقل باش يمشي يخدم في الرباط، ياك ما غيمشي لزاكوري ولا غادي يمشي لتارودانت ياك؟ راه ديك السياره الكهربائيه راه قاضيه الغرض، غزيوله مزيانه مع البيئه، الله يرحم ليها الوالدين، ورخيصه كتخلص داك الثمن الاول، ما كاين لا كاربيرون لا الباكور الهندي لا الزيت ولا حتى شي حاجه اخرى. ودرنا مع لامي بلايص ديال لي بورن دو ريشارج ديال الطوموبيلات هنا في الرباط، وراهم ديورين. غادي دير واحد الاستثمار في الاول وعطرق هذا المسمار، ما باقي يجي يقول لك عطيني الجطي ديال الكاربيرون، ما باقي يقول لك راه خصني لها كذا حتى حاجه. شويه الابداع، شويه الكبدع على المال العام، شويه المنطق باش تقول راه كدير شي حاجه. هذا الشيء بوحدو حتى هو محاضرات. المؤاخذه التاسعه تهيئه المقبره الكبرى للرباط. هذا مشروع اللي دار في الولايه السابقه بمبادره من السيد الوالي الله يجازيه بخير ومشاركه الجماعه ومساهمه قويه لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، لان عندها جزء من العقار اللي دارت في المقبره الكبرى يعني للرباط اللي حدا مقبره الصديق في اليوسفيه في الشارع ديال رضا قديرة اللي من الا كنتي نازل جهه الحي الصناعي. درت تهيئه الشطر الاول ب 4 مليون ونص ديال الدرهم في المره السابقه، 4 مليون ونص 5 مليون درهم بين 4 ونص 5. مزيان. جيتو في الدوره فبراير الماضي خديتو من 7 ديال الاسطر الماليه الفلوس، ديتوها لسطر مالي واحد اللي هو اشغال تهيئه المقبره الكبرى للرباط. درتي فيها 6 مليون و 963 الف درهم، واش صرايف مورا 963 الف؟ عاده الارقام ما كنغلطش فيهم كاسي، عاده الارقام ما كنغلطش فيهم، ولكن زعما المهم داكشي الاخر ما اذا داروا ب 6 مليون بمعنى 600 مليون و 963 الف ديال الدرهم باش يجمعوا داك الصرف كله. قالوا هادشي في فبراير، داروا صفقه في 16 فبراير 2023 خرجت غير ذات جدوى انفركتيوز، عاودوا فتحوا ديك الصفقه نهار 21 مارس 2023، عطاو ديك الصفقه في 30 مارس 2023 وتعطات الصفقه ب 7 مليون وربما 64 الف درهم و 600 جوج عفوا 7600 جوج الف ديال الدرهم، واش صرايف؟ بمعنى 760 مليون سنتيم. طبعا طلعت في الكلفه ديالها ب 17% مقارنه مع التقدير. هذاك اللي دار 17% راه عارف، لانه الا دار 20% غادي يقول لي يعني اكسيسيف مون شير في ذكر المارش بي غادي 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 يحيدو. الى حدود الان ما عندنا مشكل. عندك 6 مليون و 963 الف درهم تحت يديك فبراير جمعتيها، جيتي درتي صفقه ب 7600 جوج الف ديال الدرهم، شحال انت محتاج؟ هو الفرق بين 7602 و 6 مليون و 963. وباش نكونوا معلمين الحساب، ملي غتجي دير لونكاجمون مع الخزينه خصك 1% من مبلغ الصفقه، بمعنى خصك 76000 درهم اخرى. هادشي كله شحال المبلغ ديالو اللي خاص؟ هو 715000 ديال الدرهم. جيتي في البرمجه الفائض درتي 3 مليون ديال الدرهم، علاش غدير بها؟ انت محتاج 700000 715000 ديال الدرهم. محتاج انت 71 مليون، جيت برمجتي 300 مليون. شنو كيعني هذا الكلام؟ شنو كيعني؟ تشيار في الارقام. ولا بغيتو في المنظومه، هذا منطق التشيار باضافه زينه من الاصفر. بنادم غير كيجو كيشير. محتاج 71 غناخذ 71 ل 72. وهذيك ال 230 اخرى ديال المليون اللي خليت تما، نعاود نشوف الدوره د اكتوبر حيده من هنا عاود نرجع بلاصه اخرى، نبقى هنا حاضرين غير معكم كشكش على بيبون على الارقام. هذا كيبين واحد الرداءة في الطريقة ديال التدبير وديال الاشتغال في سميك. الكلام هو هذا، وإلا راك يمكننا نقولوا كلام آخر. لما تكون بين أيدينا الوثائق تلغي تجمع في شهر جوج وتاخذ وتكون عندك الحاجة الآن وتجي تاخذ أكثر من داكشي اللي بغيتي أربع ولا خمسة مرات، ما عندها يعني حتى منطق. اما واحد الفيلم وهي النقطه العاشره ما قبل الاخره ديال الصيانه للاناره العموميه،
واحد الفيلم طويل، فيلم طويل. صيانة الإنارة العمومية دارت يوم 15 فبراير 2022، تم فتح أضرفة ديال الصفقة اللي أعلنتها جماعة الرباط، ورست هذه الصفقة بمبلغ يتجاوز 62 مليون ديال الدرهم، 6 مليار و200 مليون، وكان الصرف موراها. شحال كانت؟ كانت مني جينا حنا عاود الساعه الصمد، انت واحد الراجل صاحبناش بغيتي عندي دابا هذا عبد الصمد، غير عاود جبد لي شي مواجع اخرى. كيبان هذا الرقم هذا؟ حنا مني جينا في 2015 لقينا كاينه صفقه اطار ديال 3 سنوات مديوره ب 11 مليون و750 الف درهم، مليار و175 مليون سنتيم. مني تسالت ديك الصفقه، عاودنا ديك الصفقه نفسها بنفس المعطيات بنفس الخصائص بنفس دفتر التحملات، ورثت ب 9 مليون و600 الف فرانك، بمعنى نزلناها من مليار و175 مليون ل 900 مليون و600 الف فرانك، نزلنا ب 23% نفسها. طيب انصافا خصنا نقولوا الصفقه الحاليه ماشي هي الصفقه السابقه من حيث حجمها ومن حيث نوعيه الخدمات فيها، لا شك في ذلك. استاذ ملاير راه الربط كله جديد عمليا في الاناره، وجزء منه باقي في الضمانه النهائيه ديال الشركه اللي اشتغلت. على كل حال حنا شي ما بغيناش نتكلموا فيه الان. شفتي عبد الصمد عندي؟ طيب غير في هذه الصفقات المبلغ ديالها 62 مليون ديال الدرهم، هذه بمقتضى الماده 181 من القانون التنظيمي كتدخل الماده 181. شنو كتعني؟ كتعني النفقات الاجباريه، ودخل فيها هذه حيت هي ضمن العقود. بمعنى ملي تجي دير البرمجه خصك توجدها، خصك توجدها. طيب ملي جيتو ديروا الميزانيه 23 شحال درتيو؟ شحال درتيو؟ درتيو 300 الف درهم، درتيو 30 مليون سنتيم. والله 300 مليون سنتيم والله ما جات حيت 62 مليون ديال الدرهم و400 الف ما وصلوش لا فيرغول اللي مورا 6 ملاير، ما وصلوش هذيك 6 ملاير و200 ما صرفناهاش. درتي 30 مليون كاع ما تخديك غير داك الطرف، الطرف اللي من الجهه الاخرى ديال 62 مليون ديال الدرهم اللي برمجتي. تقول ماشي معقول، ماشي معقول، انت خصك تخلص 6 ملاير و200 و400 الف درهم، جيتي برمجتي 30، الله يسخر. جيتي الان في برمجه الفائض شحال جبتي؟ 13 مليون ديال الدرهم، مليار و300. منين غنجيبوا 49 مليون باش نكملوا الخلاص المالي؟ منين غنجيبوه؟ خاصنا دابا، دابا دابا خاصنا خص 49 مليون الدرهم، 4 مليار و900 مليون والصرف قريبا 5 مليار، خاصة الان باش تخلص هذيك العقده 2023 اللي هي خدامه. طبعا كنت تفهموا يمكن تكون السيده الرئيسه دارت اجراءات باش تعاود تاخذ ترخيص استثنائي من وزاره الداخليه على غرار يعني الصفقه ديال 22 اللي خدات فيها 6 مليون ديال الدرهم، ولكن راه ما كتبني لا على الصح تكون درتي 300 الف باش تخلص 6 ملاير. اشنو كتعني هادي؟ هي بحال شي واحد هز شي دبابه وتابع كيقلب على شي دبانه بغا يقتلها. واش دابا هادشي يتلائم؟ راه ما عندها حتى معنى نكون برمج 300 الف باش نخلص 6 ملاير. مني جاب الله شويه ديال الفلوس البركه ما عندها حتى معنى نبرمج مليار و300 وانا عارف بلي خاصني 49 4 مليار و900 مليون سنتيم باش نخلص هذه العقده هذه. غير معقول مطلقا. المؤاخذه 11 والاخيره، هي واحد 6 مليون ديال الدرهم اللي داروها الدفعات ديال المرتبطه بالتنشيط الثقافي والرياضي، التنشيط الرياضي على مستوى يعني الجامعه ديال الرباط. نعاود ناكد على جوج الحاجات في هذه النقطه. هذا الشيء غادي يمشي لواحد الشركه اللي الفريق ديال العداله والتنميه منذ الولايات السابقه كان ضدها لسبب بسيط واحد، هو ان ديك الشركه دارها مجلس العمل، ومجلس العمل ما عندوش اختصاص فيها والى الان خدامه فقط. اسميتها شركه الرباط التنشيط، هذه شركه احدثت بمقتضى القانون 112/14 ماشي 113/14، وهي شركة للتنمية ماشي شركة للتنمية المحلية. الناس القانون راه كيعرفوا الفرق بيناتهم. على كل حال ما عندها علاقة بالجماعة، اللي كان خصها الجماعة هي اللي ديرها، هي اللي كتدبر ملاعب القرب، وراه ربما غيزيدوا لها المسابيح. واحد داك النهار غير دايزين في الفيسبوك قال لي مدير الأثمنة راه كان رخص منه في باريس. قلت راه معقول في حقها؟ دابا الشيء اللي قالت السيدة كنت داك الشيء باش غيجمع المدة يمكن يزيد عليه يمشي يضرب السفرة لباريس
ويعوم في لابيسين ديال حدا لا توري فال ونقز الا كان شي بيسين تما تحت مع داك الواد عنده ما عرفت انا ما كنمشي فيه بزاف انا كندور غير في البيا كنعرف غير الويدان والسواقي وكذا فهمتي ويجي يجيب الله التيسير طيب هاد الشركه هادي حنا من حيث مبدا ضدها لان تشتغل بطريقه غير قانونيه هذا الاولى جوج عمرنا ما غادي نكونوا ضد الدعم اللي غيمشي لانشطه الجمعيات وهنا الا كانت اول مره غنقول اول مره والله يذكر اختنا صباح بوشان اللي في الولايه السابقه وهي نائبه الرئيس مفوضه في القطاع الثقافي والاجتماعي والرياضي لاول مره انا عارف اش كنقول لكم دابا لاول مره جوج مرات جابت دفتر التحملات واعتمدوا المجلس باغلبيته معارضتي باش منين بغاتوا تدعوا الجمعيات نعطيو وفق قواعد مضبوطه الشفافيه وديال الاستحقاق وديال العدل للجمعيات طيب باش الكلام ديالنا ما يتفهمش حنا ضد هادشي لا تيقولوا سيدنا المغاربه اللي بلاه الله بالسعايا كيقصد الديور الكبار تبليتي تبليتي باش تخالف القانون وغير دير شي حاجه مقاده بعدا هاد الشركه اليوم هاد 6 مليون ديال الدم اللي غتمشي عن طريق المقاطعات هو السيروم باش تعيش على غير الرباط باركينغ اللي كيعطوها السيروم باش تعيش ما كتستافد منها الجماعه حتى حاجه ماشي غير ما كتستافدش منها الجماعه كتصرف عليها الجماعه هضر بحال شي ابن عاق شي واحد فهمتي كبار وزوجو باه ودار له الدار وباقي تيقول له با الكرا وكيخلصوا الكرا وتيقول تيهضر يقول له الوالد ونسيتي انا ما تقضيتي لي عشان المراه الشهر مزيان صافي باك انت قبلك انت تقضى عليك ويكبر ولادك ويكبر ولاد ولادك وحفادك وهي غاديه راه شارك المنطق ديالها ما هو النجاعه في التسيير والنجاعه طبعا من الناحيه الماليه هادشي ما كاينش اذا كديروا السيروم للرباط النشيط ارونا اليوم نقول لكم حنا كنعتبر خليو المعطى القانوني اليوم الرباط النشيط هي شركه في عداد الموتى من الناحيه التدبيريه الملاعب ما قدرش دير الصيانه ديالهم الله كل ما تدخلات الرباط الجهات التهيئه باش تعاود التهيئه في اطار استثمار جديد والله ما تقدر سيروا تفرجوا في هذوك اللي ما تصايبوش ها واحد جوج الموضوع ديال شكون كيخلصوا كتخلصوا جماعه الرباط ما كتخلصوش الشركه ثلاثه الشركه كتخلص الاجور المستخدمين ديالها والا كان شي حاجه اخرى طبعا العقار العقار الجماعه اللي دار عليها داك الملاعب شركه ما قادراش دير صيانه الملاعب ما قادراش تخلص جزء بسيط من النفقات نبداو نعطوها السيروم اكرام الميت دفنوه ونترحموا عليه الا درع شي طرح معاك ولا حنا مامورين واخا داكشي بينو بين سيد ربي ملي كيمشي كنترحموا عليه حنا ماشي نعرفوش الميت ما عرفش بينو بين الله تعالى اللي خلقو هاد 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 المعطيات يعني في نهايه المطاف ديال اللي 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 تكلمنا عليهم بغض النظر على المبالغ المتجاوزه لما هو زعما متقبل في الاحياء الشعبيه حيت هاد الملاعب اصلا فين دارت في الاحياء الشعبيه يعقوب منصور حسان اليوسفيه وشويه اقدر الرياض كاين تيران واحد طبعا طبعا اللي كنت دابا استعتم على انه هادو بلاصه شعبيه اللي ولاد الشعب كيبغيو يخرجوا حنا ماشي مع التدبير الفوضوي المجاني لا ولكن كيخص يكون واحد التدبير من الناحيه الماليه معقلان ناخذ ونزير شويه راه داك اللي كيجي عرق الا عطى الحاجه وفرح بداك التيران راه غيفرح يعطيها ماشي كنعطي غدي كنرجع بين القبيله اكثر ماشي لا هادي معشر الاخوان الاخوات جزء بسيط 11 نقطه مما تحدثنا عنه في الفائض نقول لكم بدون مبالغه بامكاننا الا بغينا نشوف التفاصيل كل نقطة تحتاج إلى محاضرات مني كملنا هذا الرئيس ديالنا الله يجازيه بخير بقينا كنتذكروا قلنا هذه الدورة هذه حنا مولفين فريق العدل والتنمية كل دورة كنعطي شي وصف قلنا هذه الدورة غادي نقولوا الدورة ديال لا الزين لا مجيب كري كتعرف مين كيقول لك المغاربة لا الزين لا مجيب كري ما انت حتى نعم معليش لا الزين لا مجيب كري بمعنى ما انت احترمتي القانون على الاقل اللي واحد الادنى السميك باش تفرض مؤسسه ما انت في المضمون في نقطه واحده دابا دير نقطه من الاصل 16 نقطه تصوركم بغيت تكونوا في 16 نقاط اخرى اش غنديروا سمحوا لنا راه نوجدكم العشاء ولا نوجدكم السحور اللي بغيتوا غدا في سبيل الله ما شدوكم ما يمكنش غنبقاو انا كنطبخوا نطبخوكم حنا مطبخين اصلا هذه للاسف الشديد حكايه
شتي لو كان يكتب في الانسان يكتب في مجلدات، واعتقد ان المجلد الاول يستحق ان يعنون ب مصائب التدبير عند من ادعى الكفاءة والقدرة على التغيير. شكرا لكم على حسن الاستماع.